هل الخط الزمني ممكن يصحي حظي الميت دماغيا؟ اذا بسجل الان. حبيبتي انت، حبيبتي شوفي، انت في حاله ياس اكثر من موضوع انك انت في حاله نحس ولا حاله حظ. انت في حاله ياس، تبغين احد يقول لك انا اضمن لك القصه، اضمن لك الحياه، اضمن لك اغير لك حياتك 180 درجه. اي احد يقول لك انا اضمن لك هذا يعني نصاب، نصاب 5 جوم قرصان. اوكي، سواء كان يسمي نفسه ساحر ولا معلم ولا مدرب ولا رجل دين ولا ما اعرف ايش، ما في شيء مضمون، ما في شيء مضمون في الحياه. لك هذه مختصرات الحياه، هذه مختصرات الحياه. انك يعني عشان ما تقعد تتاكد وتتاكد وتتاكد، انتم متاكدين؟ اكدوا لي الموضوع، ما في شيء مؤكد، واللي اكد لك نصاب، نصاب. اذا تبغى زياده نصابين اطلب زياده ضمانات. ما في شيء مضمون، ما في شيء مضمون. طيب تبغين تشتغلين اشتغلي، احنا ما ندري، ما ندري اي باب راح يفتح لك، ما ندري متى اللحظه اللي يعني يتسق، تستسق فيها الاجساد وتنزل، تنزل القصه من الاجساد السماويه للاجساد الارضيه. ما نعرف، ما نعرف، ما نعرف متى اللحظه. احنا مطلوب مننا نسعى، مطلوب مننا نسعى. ما في ولا واحد يسعى ومعه ضمان، على فكره بس اقول لك، ولا واحد مننا قاعد يسعى وعنده ضمان، ولا واحد. بس كلنا نسعى، كلنا نسعى. محتمل انه نصل؟ نعم محتمل، محتمل في لحظه من اللحظات ينفك الموضوع، ينفتح الباب، وارد. لكن ما عندنا ضمان. ممكن تسعى 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 وفي اخر الطريق ما ينفتح الباب، ما يصير في نهايه، ما تحقق الهدف، لا تتجلى القصة. إذا كنت تبغين ضمانات، ارجعي للسرير، اقعدي، انسدحي، استمري في حظك التعبان وحظك البائس وحظك المتوفى والميت دماغيا. إذا تبغين تسعين، الله يحييك، احنا كلنا نسعى، كلنا نسعى، احنا نبذل الأسباب.